اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه شهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات. وزي ما احنا متعودين في هذا الوقت من كل عام، بنبتدي نبحث عن تصميمات خاصه بشهر رمضان علشان نستخدمها على جهازنا، سواء الكمبيوتر او اللابتوب او جهاز الهاتف او حساباتنا على السوشيال ميديا. وفي فيديو النهارده انا جايب لك طريقه سهله جدا ان انت هتقدر بنفسك تصمم تصميم شهر رمضان، ولكن طبعا باستخدام الذكاء الاصطناعي، فتابع معايا. اهلا وسهلا بكم، رجعت لكم من جديد، معكم وائل ربيع. وزي ما قلنا في بدايه الحلقه ان احنا هنتكلم عن خطوات انشاء تصميمات خاصه بشهر رمضان المبارك، ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي. كل اللي احنا هنعمله، هنفتح المتصفح الخاص بينا على جهاز الكمبيوتر او اللابتوب، وهنكتب في مربع البحث مايكروسوفت بينج. بعد كده هنضغط على ايمج كرييتور، بيفتح معانا موقع مايكروسوفت كوبايلوت او ايمج كرييتور او bing.com، وده خاص بانشاء الصور. كل اللي علينا ان احنا هنكتب هنا في المربع اللي ظهر امامنا ده او المستطيل، هنكتب الوصف اللي احنا عايزينه للصوره. وطبعا كل واحد منكم بيكتب الوصف اللي هو عايزه. احنا هنكتب وصف مثلا عشوائي من عندنا، احنا هنقول له انشئ صوره لشهر رمضان يوجد بها مثلا طفل يحمل في يده فانوس رمضان، وخلفية هذه الصورة علم مصر مثلا، وكل واحد طبعا بيكتب علم دولته، والصورة تكون أكثر واقعية وذات دقة عالية. ده مثلا وصف بسيط جدا للصورة اللي أنا عايزها، وبعد كده هضغط على إنشاء. طبعا بيبتدي هنا في توليد الصورة، وزي ما حضرتك شايف أنشأ لي أربع صور. بضغط على الصورة كده وابتدي إن أنا أتفرج عليها، أشوف فعلا هل دي الصورة اللي أنا محتاجها أو ده التخيل اللي أنا تخيلته ولا لأ. ده منظر مثلا طفل أهو شايل فانوس وخلفيته علم مصر. اضغط مثلا على السهم ده اشوف الصوره الاخرى، انا مثلا عجبتني الصوره دي، فبضغط على تنزيل وبدا تحميل الصوره زي ما انت شايف. اشوف الصوره اخرى مثلا، الصوره الموجوده هنا مثلا طفل اهو وماسك علم مصر، عجباني الصوره دي ايضا، بضغط على تنزيل. طب انا عايز وصف اخر مثلا، هنقفل كده ونكتب انشئ صوره مثلا، هنقول حاجة خاصة بشوارع رمضان مثلا، هنقول له انشئ صورة بها مظاهر شهر رمضان في الدول العربية. ممكن تكتب له مثلا في الدول العربية او تكتب له في دولة معينة. هنقول له مثلا، هنكتب هنا في جمهورية مصر العربية، وتكون الصورة، أو هنكتب كده وخلفية الصورة بها أماكن تراثية داخل مصر، والصورة تكون أكثر واقعية وذات دقة عالية. ده مثلا الوصف اللي أنا كتبته، وأقول له إنشاء. هيبدأ في الإنشاء، والمفروض طبعا إن هو هيجيب لي صورة لمظاهر شهر رمضان في جمهورية مصر العربية، وطبعا كل واحد بيكتب الدولة بتاعته. زي ما حضرتك شايف بدأ إن هو ينشئ لي صور. نشوف الصور اللي هو أنشأها. هنا جاب لي مثلا مساجد أهي، وزي ما حضرتك شايف الهلال، وطبعا الصلاة ده من داخل المسجد يعني المصلين. نشوف صورة أخرى، هنا مسجد أو مجموعة من المساجد. نشوف الصورة التانية دي مثلا جميلة جدا أهي، جايب لي مسجد أهو، وأدي البحر. طبعا صورة جميلة جدا، أعمل له تنزيل. أنا عملت لها كده عملية تنزيل. طيب آخر تصميم معانا، مثلا لو أنا عايز أكتب اسمي على الصورة،
هنقول له انشئ صورة، هنشيل ده كله هنقول له انشئ صورة لشهر رمضان. طبعا علشان تكتب اسمك يفضل تكتبه باللغة الانجليزية، لان الذكاء الاصطناعي بيتعرف على اللغة الانجليزية اكثر من اللغة العربية. فانا هقول له مثلا انشئ صورة لشهر رمضان 2024 على سبيل المثال يعني، ومكتوب عليها بين علامتين تنصيص كده، اكتبه مثلا اسم بالانجليزي وائل ربيع، واقفل التنصيص تاني، والصوره طبعا هتكون اكثر واقعيه وذات دقه عاليه. لو عايز طبعا انت تزود في الوصف، وطبعا كل ما بتزود في الوصف كل ما الصوره بتطلع باكثر دقه حسب ما انت عايزها. وبعد كده اضغط على انشاء، زي ما حضرتك شايف طلع لي طبعا مجموعه صور اهو، نشوفها الصوره اللي تم انشائها. كتب لي هنا وائل، طبعا احيانا او المعظم منكم بيشوف ان احيانا الاسم يجي مثلا حرف زياده، الارقام زي ما انت شايف كده، طبعا دي مش هتعتبر مظبوطه حتى لو كان التصميم مظبوط وعجبني، لكن الكتابه غير صحيحه فيفضل ان انت ما تحملهاش. هنشوف مثلا تصميم اخر، مفيش هنا كتابه، طبعا انا عايز كتابه، نشوف غيره. هنا كتب لي اهو اسمي مظبوط اهو، وائل ربيع، والله التصميم ده جميل عجبني، فانا هقول له تنزيل. مثلا نشوف كده تصميم اخر، ده مثلا تصميم عليه اسمي. اخر حاجه هنقول له انشئ صوره لشهر رمضان مثلا 2024، ومكتوب حرف التاء، ومكتوب عليها مثلا وائل ربيع، ويوجد بها طفل يحمل فانوس رمضان، وخلفه أماكن سياحية في مصر، والصورة أكثر تكون أكثر واقعية وذات دقة عالية. ده وصف مثلا على سبيل المثال، وأقول له إنشاء. طبعا حضرتك بتكتب الوصف اللي انت عايزه، بتتخيل الصورة اللي انت عايزها، ويبتدي الذكاء الاصطناعي ينشئ لك الصورة حسب تخيلك انت. شفت ان الصورة اللي تم انشائها حسب التخيل اللي حضرتك عايزه، او حسب الوصف اللي حضرتك عايزه، بتحملها. والله مش عاجباك بتكتب وصف اخر. انا مثلا هشوف اللي نزل لي اهو، انا عندي ولد اهو بسم الله ما شاء الله على جماله، يعني جاب لي طفل اهو في ايده فانوس، دي مثلا صورة. نشوف غيرها، هنا بنت وفي ايديها فانوس اهي ايضا، ومظاهر ايضا، ده شكل ايضا او تصميم اخر. هنا دي مثلا عندي اهو ولد وفي ايده فانوس، وعندي اماكن اهي والهلال، يعني منظر جميل جدا، ممكن ان انا اعمل له تنزيل. نشوف الصورة اخرى مثلا، الصورة دي ايضا جميلة جدا بتدل على رمضان، اقول له تنزيل. طب اخر حاجة عشان الفيديو ما يطولش علينا، هنخلي مثلا مكتوب عليها بالانجليزي رمضان رمضان 2024، ونشيل 24 دي من هنا، ونقول له انشاء. جاب لي فعلا مجموعة من الصور اهو، نفتحها ونشوفها. ادي صورة، وطبعا الكتابة مظبوطة رمضان 2024. نشوف صورة تانية، هنا 2024 ايضا الكتابة طلعت مظبوطة. نشوف صورة اخرى، هنا مفيش كتابة ولكن المنظر جميل جدا. نضغط هنا، عندي هنا الصورة طبعا والكتابة مش مظبوطة، ولكن المنظر جميل لكن الكتابة مش مظبوطة، فيفضل ما تحملهاش. نرجع كده مثلا نحمل الصورة دي الخاصة بالبنات، عشان ما يقولوش مثلا انت بتجيبوا اولاد بس، ونجيب الاولاد ايضا 2024 مظبوطة، تنزيل. بكده طبعا اكون انا عرفت حضرتك ازاي تصمم تصميمات خاصة بشهر رمضان المبارك. ولو حضرتك كنت استفدت ولو معلومة بسيطة من هذا الفيديو، يسعدني ويشرفني انضمامك للقناة واشتراكك في القناة ليصلك كل جديد، وياريت تكتب لي في التعليقات رأيك ايه في حلقة النهاردة. كان معكم وائل ربيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.